أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامج عالم مارينا. طبعا احنا هنا في عالم مارينا بنقدم كل جديد وبنقدم نصايح ليكي وعشانك انتي. النهاردة احنا معانا شيف متميز من الشباب اللي هم طالعين لسه جديد، وهو شيف هايل جدا وشاطر جدا، ومعانا الأستاذ أحمد شاهين. أهلا وسهلا بيك. أهلا بك يا فندم. عامل ايه؟ الحمد لله يا فندم. احنا بقى عايزين نعرف بمناسبة الكورونا اللي احنا فيها، فاحنا عايزين تمام. اكلنا كله هيلسي. تمام. فانت عامل لنا ايه النهاردة؟ النهاردة هعمل باستا. الباستا فيها هيلسي برضو كالمكرونة وهعمل سلاد السلطة، وهعمل ساندويتش واللانش بوكس بتاع الأطفال. تمام، حلو قوي. كمان في لانش بوكس للاطفال، حلو تمام. جدا. عشان خاطر الاطفال وهم رايحين رايحين المدرسة المدارس، مش ويكون بيرضوا. الأكل صحي، يكون عبارة عن سندوتش وخضرة مع فاكهة، والمية دي أهم حاجة الصبح، يعني دي تمام. بأكد عليها. تمام طب يلا اسيبك تبدأ. تمام ماشي يا فندم. تحت أمرك. ورجعنا ليكو تاني معانا النهاردة. بقى هبتدي اديكو النصيحة بتاعت الحلقة بتاعتنا، وهي عن الميكرو بليدنج. طبعا ميكرو بليدنج عالم غويط، وفي منه كتير الأسئلة، وفي منه الطرق، وكل واحد بيبقى ليه طريقة. بس انا هنا هقول لكم الطريقة البروفيشنال الصح اللي هتشتغلي بيها، وهي دي المظبوطة. ومعانا هنبدأ دلوقتي الخطوات واحدة واحدة وهنطبقها وانتوا موجودين معايا. دلوقتي احنا معانا اول حاجة بيكون معانا حاجة اسمها المكنة الخاصة بالميكرو بليدنج، وبيكون معانا الإبرة دي اللي هي شكل اللي هو جايه بشفره كده. بتكون لازم كل واحده كلاينت يكون معاها الابره بتاعتها الخاصه بيها. تمام، بنفتحها كده وبعد كده بنركبها. ماشي. وبيكون معانا بينك خاص بالكلاينت، وبيكون معانا اللون نفسه، وبيكون برضو في بينج تاني، وبيكون معانا المسطره. بنعمل ايه بالمسطره دي؟ هوريكم ازاي نستخدمها. بصوا يا بنات، احنا اول حاجه بنجيب الكلاينت، بنقيس كده اهو، بنجيب الراس، لازم تكون موازيه لبعضيها علشان تدينا الرسمه، ونفس المسافه اللي ما بين هنا وهنا بنحطها، بتكون ما بين هنا والرفعه بتاعه الحاجب هنا، ونفس الكلام ما بين الراس اللي هو بيكون الرفعه بتاعه التمانيه دي اللي هي بتكون في الجبهه العاليه، والحته اللي بتكون من تحت اللي هو الديل المفروض. نفس الكلام بنقيس، طبعا ده كله بيكون معانا قلم بنحدد بيه عشان خاطر يدينا الشكل الايه الكويس. احنا هنا عندنا عاملين جنب ده والجنب ده مش عاملينه. ايه، نبتدي النهارده نتكلم برضو مع الاستاذ الشيف احمد. نتابع معاك كده، نشوفك انت بتعمل ايه. دي انا دلوقتي بجهز الشاورما، وهسلق المكرونة عشان هعمل الباستا، وهعمل السندوتش الزيت بيسخن عشان هعمل برضك سندوتش. تمام، ورينا. تمام، بص بقى احنا نبتدي برضو عايزين نطبق عملي. تمام. على الشاشة الاكل، وهنطبق برضو عملي الميكرو بليدنج. تمام، يلا كمل. بص يا بنات، معنا الابرة اهي، بنركبها كده، وبعدين بنبرد كده، بيكون معانا خاتم زي ده، وبيبقى معانا اللون بنروجه كويس. ركزي معايا، ولو انت واقفة في المطبخ وبتسمعينا ركزي مع الشيف احمد، لازما الفقرات كلها تكون ليكي وعشانك، المهتمية بجمالها، وزي ما مهتمية بجمالك كمان مهتمية بأكلك وبجمال أكلك. احنا برضو النهاردة اهو، طبعا مبدئيا احنا بنكون حاطين بينك لحواجبها، بيكون هي معها قطنة، حطي قطنة كده، وبعدين بنرش كده رشة بسيطة. طبعا احنا المفروض بنستنى 15 دقايق علشان البنج ياخد وقته، وبيبقى معانا الشفرة اهي، بنحط في اللون كده، وبنبتدي نعمل شعراية شعراية كده. تمام،
شايفين يا بنات الشكل عامل ازاي؟ ده كده بعد، طول ما احنا بقى شغالين، بعد اذنك، طول ما احنا شغالين بنمسح عشان نشوف النتيجة عاملة ازاي. طول ما احنا شغالين بنمسح، ما ينفعش بقى تشتغلي وتسيبي اللون محطوط على الحواجب. في بنات بتبقى لسه مبتدئة في الميكرو بليدنج وتقول انا بعمل الحواجب وبحس ان كل خط في مكان مفيش، الخطوط مش جاية بعضيها بالظبط. ليه؟ عشان احنا لما بنيجي نعمل مش بنمسح كويس بالقطنة. تمام يا بنات؟ بنسيبه قد ايه وقت؟ لو الجلسة بتاخد قد ايه وقت؟ بتاخد ساعة كاملة. بنحط البينج وبعدين بنرسم الحواجب بالمسطرة زي ما قلنا، وبعد كده بنبتدي نطبق شعراية شعراية. وكمان النهاردة هجاوبكم على الأسئلة اللي انتوا عمالين تبعتوها على صفحة البرنامج، ومش عايزة حد يزعل لو ما جاوبتش على كل الأسئلة، هجاوب على قد ما نقدر. كان في واحدة بعتالي بتسألني أعمل إيه في الصلع الوراثي اللي بيبقى جاي من الأمام. بصي ستي، ما ينفعش إنك أنت تركبي دبل فيس، لأن أنت كنت بعتالي أنا عايزة أركب دبل فيس. نو واي خالص إن إحنا نركب دبل فيس، ما ينفعش. ليه؟ لأن هو الدبل فيس عبارة عن شرايح، ولما تيجي تركبيها هتبقى واضحة جدا. في بقى حاجة تانية بديلة ومش هتحسسك بأي قلق. إيه هي؟ في حاجة اسمها الشبكة الفرنسية، بتبقى عبارة عن قصة أمامية بالشبكة الفرنسية. دي مش هتبان نهائي، ولازم أن يكون حد بروفيشنال يركبها لك. انت بتقولي له عايزة قصة أمامية بشبكة فرنسية وتروحي وتركبيها وهتبقى زي القمر. وفي حد تاني بعت لي انا عندي فراغات شديدة قوي في الحواجب، وانا عندي 17 سنة، اعمل ايه علشان ماما مش راضية تخليني اعمل المايكرو بليدنج. بصي يا ستي، احنا مش بنعمل مايكرو بليدنج كامل، بنجيب الحواجب وبنطلع لو فيها فراغات بنملى الفراغات البسيطة، بنملى الفراغات اللي في الحواجب، يعني الشعر اللي ناقص ومش موجود ومضايقك بنزود شعر. يعني الشكل اللي انت بتبقي حاساه ان هو موجود بالقلم ده مش بيكون موجود خالص. وعلى فكرة في ناس بتبقى اصغر من كده كمان وبتعملها، مفيش منها اي مشكلة. وبالنسبة للناس اللي كانوا عمالين يبعتولي على صفحة البرنامج عن الكورسات، فالكورسات هتبدأ ان شاء الله من اول الشهر اللي جاي. ونرجع تاني مع الشيف احمد. اهلا بك. دلوقتي احنا بنعمل الشاورما. تمام. حطيت التتبيلة اللي هي عبارة عن بابريكا، ملح، فلفل اسمر، وفلفل الوان احمر واصفر، ويفضل طبعا نحط الملح. تمام تمام. وبرضه زيت زيتون، يعني يا ريت زيت زيتون مع الاكل عشان يصحي. زيت زيتون صحي، مش بيعمل دهون في الجسم. طبعا عشان طبعا انت عارف كله قاعد في البيت وكله تخن، فمحتاجين حاجات برضو خاصه برضو بالدايت. نعمل برضو حلقتين ان شاء الله مع بعضينا عن الدايت باذن الله يا فندم. وهنا الوايت صوص بتاع الباستا، عبارة عن لبن وكريمة لباني وفلفل أسمر وزعتر. تمام. وبرضو كل المكونات موجودة معانا على الشاشة دلوقتي، وكمان أرقام تليفون الشيف أحمد عشان اللي عايز يتواصل معاك. بيعمل أكل يجنن يا جماعة. ربنا يخليك يا فندم. كده احنا قربنا نخلص الشاورما. الشاورما قربت اهي. تمام خلاص معايا. والمكرونه بتنسلق، ويفضل واحنا بنسلق المكرونه سنه زيت مع شويه ملح. تمام. بحيث ان المكرونه ما تلزقش وتعجن. بالنسبه بقى للاكل، الافضل ان احنا نحط زبده في الاكل ولا نحط زيت زيتون؟ لا، هو الافضل زيت زيتون. الزبده اصلا دسمه. دسمه زيها زي الزيت بالظبط يعني. فزيت الزيتون احسن. صح. احنا برضو المره الجايه عايزينك تقول لنا حاجه ان شاء الله. المره الجايه يبقى في حاجات هيلسي اكتر. احنا النهارده عايزين للاطفال اهم حاجه عشان داخلين يا جماعه مدرسه، اهم حاجه النظافه الشخصيه ونظافه الاكل. الام تهتم بنظافه الاكل في البيت عشان الطفل، وهي عامل اساسي ان هي ممكن تنقل مرض للطفل ايا كان. فهي لازم تحافظ على نفسها في النظافه الشخصيه، تغسل ايديها كويس بالماء والصابون لمده 40 ثانيه مثلا،
وتبدأ تعمل الأكل وتسوي الأكل على درجة حرارة كويسة. الفراخ مثلا فيها بكتيريا السالمونيلا، السالمونيلا دي خطيرة ممكن تموت، فلازم بتتقتل السالمونيلا في 70 درجة مئوية. تمام فأهم حاجة يعني نظافة الأكل. صح. أنا خلاص طبعا قربنا كل الشاورما عليك تاني. الامهات لازم تكون بتسمعنا النهارده، علشان الموضوع ده فعلا يا جماعه مهم جدا. احنا داخلين دلوقتي على المدارس وكله بيدخل في وقت واحد ومش عارفين هيحصل معانا ايه، فلازم تخلي بالك كويس قوي قوي من الاكل، لان الاكل هو العامل الاساسي علشان يزود معاه المناعه ويرفع معاه نسبه المناعه. علشان طبعا احنا عارفين كل اطفالنا مناعتهم صعبه، ومعظم اطفالنا مش بيحبوا الاكل الهيلسي. احنا النهارده معانا الشيف احمد، ركزوا كويس قوي في الاكل بتاع النهارده ده، لان احنا هنكون اللانش بوكس بتاعنا النهارده بتاع المدارس هنا، لان بتبقى في ناس بقى اللي هي الامهات اللي داخله كيجي بتبقى مش عارفه هي تحط ايه اصلا في اللانش بوكس، بتبقى محتاره. فبرضو ده النهارده ليكي وعشانك. وكمان كان في بنات بتسال عن الشعر القصير والخفيف تعمل فيه ايه. في يا بنات حاجة اسمها جلسات نانو. الجلسات النانو دي بتبقى عبارة عن تكوينة جلسات فيتامين، دي بتتحط على الشعر وبتقل الشعر. دي هتلاقيها في اي صالون قريب منك، قولي له انا عايزة اعمل جلسة نانو بالكولاجين، شعرك ساعتها هيتغير 180 درجة. احنا نرجع بقى مع احمد الشيف بتاعنا. دي الشاورما يا فندم. ريحة الاكل تجنن يا شيف. الله يخليك يا فندم. الشاورما ده كده معانا طبق الشاورما. اه نقدر نعمله بقى في ساندوتش فينو. نعم. في عيش سوري ينفع؟ اه يقدر. هو حلاوة الشاورما يعني ان هي بتبقى خضار والفراخ برضو بروتين كويس، برضو دي وجبة كويسة للأطفال. تمام كده احنا بنعمل الوايت صوص. اه الوايت صوص ونعمل مكرونه. تمام. هنا بس مستنيين الزيت يسخن عشان ننزل الستريبس. تمام. عشان تبقى باستا سوبر سبايسي. يا سلام. حرق. طيب وانا برضو هنرجع تاني ونتكلم عن الامهات اللي برضو مش عارفين يتعاملوا مع اطفالهم ازاي في الايام اللي احنا فيها. لازم اول حاجه تهتم بنظافته الشخصيه كويس جدا، وهو رايح المدرسه يكون معاه صابونه ديتول، ويكون معاه الكحول بتاعه، ويكون معاه الغسول الخاص اللي هو بيترش على الديسك. ده بيكون مكون يعني من مطهرات معينه بيرشوها، ويكون معاه الوايبس والمناديل الخاصه بيه. وتنبهي على الاطفال ولادكم وهم رايحين المدرسه ما يختلطوش بحد جامد، لو عطس يمسك المنديل، ويهتم برضو بنظافته الشخصية جدا يا جماعة، لان الموضوع صعب ومحتاجين فعلا توعية للاطفال، لان هما ما عندهمش فكرة كافية بالموضوع ده. طبعا احنا معانا دقيقتين ونخلص، فانا عايزاك ايه تورينا كده ولو يعني ملحقش مثلا نكمل المرة الجاية. اهم حاجة اطفالنا الحلوين عشان خاطر ايه المدارس. وطبعا زي ما احنا قلنا المكونات، اكيد الساده المشاهدين سمعوا المكونات، واهم حاجه الهيلسي اللي هو الاكل يبقى صحي، والنظافه الشخصيه دي اهم حاجه. صح. مشكله موضوع الاكل الصحي، في عندنا اطفال مش بتحب تاكل جرجير، مش بتحبش تاكل خضار. أوه. كل حاجه لا، بيبقى عايزين حاجات معلبات، حاجات هو فيها مواد حافظه. ده عامل اساسي على الام والوالد ان هم يشجعوا الطفل ان هم ان هو ياكل. تمام. نكمل. طب بقيه الاسئله اللي الناس بعتاها عبال مع الشيف ما يخلص. دلوقتي برضو كان في حد سائلني عن الهالات السوداء اللي تحت العين. هندي معلومه بسيطه جدا في خلال دقيقتين سريعه. تعملي ايه؟ تجيبي قطن باللبن وتحطيه على عينيكي قبل ما تنامي بساعتين، وهو هيضيع معاكي الهالات السوداء تماما. عايزين بقى ندوق يا شيف.
انت كده شوقتنا بالريحة بتاعت الاكل. تمام، تحت امرك. عايزين مكرونة. طبعا انتوا عارفين ان احنا دايما بنقدم كل المعلومات ليكي وعشانك، وبشكركم جدا لمتابعينا برنامج عالم مارينا، ويا رب اشوفكم دايما في سلام وصحة، ونشوفكم الحلقة الجاية بإذن الله. وبنشكر الشيف بتاعنا الشيف احمد شاهين. انا بعتذر ان الحاجة ما خلصتش بسرعة، بس بإذن الله المرة الجاية تبقى ان شاء الله. بشكركم ونشوفكم في الحلقة القادمة. شكرا.